من الفروق الأساسية لأثر الـ SSRI مقارنة بالساري، عرفنا أنه الاثنين بيشتغلوا على السيرت، على الترانسبورتر. طبعا هون الرسم اللي على اليسار بتعبر عن الـ SSRI Action، الرسم اللي على اليمين تعبر عن الساري Action. كلاهما يعمل على السيروتونين ترانسبورتر، بيعمل ري أبتيك إنهيبيشن، تمام، بكثر السيروتونين بالجابس، ممتاز. لكن الفرق إنه الـ SSRI بكثر السيروتونين، فبطبيعة الحال لما يصير في عنا داون ريجوليشن لل 5-HT1A بيصير عنا الأثر تبع الأنتي ديبريسنت إفكت المطلوب. لكن بطبيعة الحال برضه هو بيزيد السيروتونين أكشن على ال 5-HT2A وال 5-HT2C، اللي هي بطبيعة الحال بتسوي سايد إفكت لل SSRIs like sexual dysfunction, insomnia and anxiety. المميز بالساريز إنه بالإضافة لشغلها على سيروتونين ترانسبورتر، هي فعليا تعمل بلوكج ل 5-HT2A 5-HT2C اللي هي بتسوي سيكشوال ديسفانكشن انسومنيا انكزايتي بطبيعه، وهاي مش بس بتمنع السايد افكتس، هي بطبيعه الحال اصلا بتخلي السيروتونين اكثر شغل على 5-HT1A، فبيزيد الانتي ديبريسنت افكت. اثنين، هي بتعالج هاي السايد افكتس اذا كانت موجوده، لانه في عندنا مثلا الانسومنيا، في عندي اصلا بالاضافه للشغل على 5-HT2A 5-HT2C في عندي H1 antagonism and alpha 1 antagonism. فهذه ايضا من مميزات السيروتونين انتاغونيست ري ابتيك انهيبيتور الساريز. طبعا مشان ما نخلط الساري مع شيء تكلمنا عنه سابقا اللي هو سباري اللي كان سيروتونين بارشال اغونيست ري ابتيك انهيبيتور، فكان عنده سيروتونين 1A بارشال اغونيزم and والاثر اللي بيجي على 5HT اللي عفوا على السيروتونين اللي هو 5HT ترانسبورتر، سيروتونين ترانسبورتر، تمام. هذاك شيء اخر هون كنا بنحكي عن الامثله تبعتنا الترازودون والنيفازودون. هناك المثال تبعنا فعليا كنا نحكي عن السباريز اللي هو سيروتونين بارشال اغونيست ري ابتيك بارشال اغونيست ري ابتيك انهيبيتر اللي هو الفيلازودون. خلينا نتاكد، بعد ما تكلمنا عن الاس اس ار ايز، تمام بالضبط، الفيلازودون اللي كان في اتش تي 1 اي بارشال اغونيست مع سيروتونين ترانسبورتر انتاغونيزم. طيب، نميز يعني.